اعتبرت شركة إيرباص الفرنسية عملاقة صناعة الطائرات طائرة جديدة عملت على تطويرها، دخلت عالم الطيران حديثا وتعمل بالطاقة الكهربية. إيفان هذا هو الاسم الذي أطلق على الطائرة الجديدة التي صممتها الشركة، وتضم مقعدين، والغرض منها هو استخدامها في المهام القصيرة مثل تدريب الطيارين. والطائرة الجديدة مزودة بمحركين بالكهرباء، وبالطبع لا يخرج منها أي انبعاثات كما هو الحال في الطائرات الأخرى التي تعمل بالوقود. ويبلغ طول جناح الطائرة الكهربية 9.5 متر وطولها 6.70 سنتيمتر، وجرى تقديم الطائرة للمرة الأولى في عرض باريس الجوي العام الماضي. والتجربة جرت بحضور وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين رويال التي رحبت بهذه الخطوة في اتجاه استخدام وسائل غير ضارة بالبيئة في قطاع النقل. فيما قال مدير التكنولوجيا والإبداع في شركة إيرباص جيان بوتي إن الشركة تعمل حاليا على تطوير نسخة أخرى من الطائرة. هذه طائرة كهربائية 100%، وهي طائرة تدريب لمعاهد الطيران، وهي ذات مقعدين حتى يجلس بها المدرب والطيار، وسوف نقوم بتطوير نسخة ذات 4 مقاعد للملاحة. والطائرة بخلاف حفاظها على البيئة فهي أيضا اقتصادية، إذ أن رحلة واحدة تمتد لساعة تكلف فقط 2 يورو، بينما تتكلف الرحلة بالطائرة التي تعمل بالوقود ما بين 36 و40 يورو. وشركة إيرباص التي تهيمن على السوق العالمية لصناعة الطائرات إلى جانب شركة بوينغ المنافسة الأمريكية، تأمل في أن تكون هذه الطائرة خطوة لمجال أكبر للمحركات الكهربية في عالم الطائرات. رحاب علاء، رويترز.